نظمت دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي على المسرح الكبير. يأتي الحفل تحت عنوان سهرة مع العندليب، وذلك بعد نجاح حفلين كامل العدد للعندليب على مسرح سيد درويش بالإسكندرية. في لوحة موسيقية فنية تحت عنوان سهرة مع العندليب، نظمت دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي على المسرح الكبير. هو رصيد الفنان عبد الحليم رصيد كبير جدا يعني، واحنا بنعمله دايما حفلات يعني، بس لازم طبعا نغير كل شوية علشان الناس تسمع الأغاني اللي مش عارفينها. احنا كلنا عارفين اغاني الفنان عبد الحليم، بس في حاجات بنلقي عليها الضوء، في حاجات بتبقى مش موجوده كتير يعني. مثلا انا النهارده في لحن انا عامله هو يعني يبدو لكل الناس ان هو حزين والناس بتبقى عايزه تيجي تتبسط وكل حاجه، بس انا قصدت ان انا اعمل لحن لان هو حاله وكل الناس بتحبه، اللي هو في يوم في شهر في سنه. اكيد طبعا احنا متعودين على حفله العندليب دي كل سنه، وكمان بتتكرر في هنا في اوبرا القاهره وبتكون في اوبرا اسكندريه. طبعا جمهور العندليب يعني جمهور ذو طابع خاص شويه، بيبقى جاي عايز يسمع الحاجات اللي هو كان بيسمعها بالظبط في الفرقه، في الغنى، في الاداء، وكمان احساس العندليب اللي طبعا ما حدش هيوصل له في الدنيا كلها. بس احنا بنحاول ان احنا نقرب يعني شويه للناس ان هم يسمعوا الحاجات اللي هم بيحبوها والحاجات اللي تميز بيها العندليب. خلال الحفل قدم نجوم الاوبرا باقه مختاره من روائع العندليب على مدار مشواره الفني الحافل، وما زالت تحيا في وجدان الشعب المصري والعربي. عبد الحليم يعني إنسان مميز بأغانيه بأحاسيسه، من صغر نحن بنحب عبد الحليم يعني في ذاكرتنا، فأي شيء بيحيي ذكرى وأغاني أكيد من أول الحاضرين. هلا أنا بقالي 10 سنين في مصر وبحضر حفلات، إن كان في دار الأوبرا هنا أو في المعهد الموسيقى العربية، أو مرة حضرت في قصر عابدين حفلة أم كلثوم بتاعت الهولوجرام. فأنا بالنسبة لي حسب سني وجيلي بفضل الحفلات القديمة التراثية، الطرب القديم، الزمن الجميل. عبد الحليم ده بالنسبة لنا ده العندليب الأسمر يعني، النوستالجيا بتاعتنا بتاعت كل حياتنا في أحلى أغاني وأحلى ذكريات معاه. يأتي هذا الحفل بعد نجاح حفلين كامل العدد للعندليب على مسرح سيد درويش بالإسكندرية خلال فعاليات المهرجان الصيفي وفعاليات مهرجان القلعة، وفقا لرغبة الجمهور بعمل حفل آخر.